ماركو هيبي رئيس طبعا دائرة الأرصاد، مصلح. مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت. أستاذ مارك صباح الخير. بونجور، صباح النور، بونجور، يعطيكم ألف عافية. ميرسي وأنت بوكو كمان كمان. تفضل، شو عنا للساعات المقبلة؟ يلا رح نفوت دغري على صور مشتركة بنشوفها نعم سوا، أكيد. وساعاتنا المقبلة إجمالا رح تكون بتشبه ساعاتنا الماضية. أها، بلشنا نشوف الصور سوا. نعم تجدد يعني تفضل. للثلوج والأمطار. مظبوط، رح نفوت هلا على مرحلة تجدد لثلوج وأمطار. رح نبلش بس بصورة صغيرة من بيسور، هاي صورة الرادار الجديد لرادار الطقس يلي عم نستعمله. كيف التلج مغطى المنطقة، نحن هون على ارتفاع حوالي 970 متر، نعم وهذا صور هلا من حوالي ربع ساعة. صورة الرادار عم بتفرجينا باللون الأصفر كتل الغيوم يلي حاملة أمطار ويلي عم تمرق فوق لبنان، نعم وبنشوف فوق البحر كمان كتل جديدة عم تتحضر رح تقرب لعنا وكمان تمرق فوقنا وتجيب لنا أمطار. نعم هلا بالتفصيل كيف رح تكون الأمطار والثلوج رح نعم نشوف بالصور التالية. بس لنذكر انه هيدي عيانة مار فريم يا استاذ، يعني الاليس ايه الالوسات بنبلش ب 17 كانون الثاني عيد مار انطونيو، 27 عيد مار فريم، وبنختم ب 9 مع عيد مار مارون، يعني كل 10 ايام تقريبا في عيد بيكون، وهيدي مثل ما بيقولوا فحل الشتاء. يلا مش غلط، نعم خير ان شاء الله خير، نعم بس الله يعين بهالفتره كل الناس يلي عندها مشاكل تدفئه او يلي صح قاعده بخيام، لانه الوضع 100% الانساني صار 100% مزري جدا. نعم هلا عم نشوف منخفض جوي، عم نشوفه هالبقعه الزرقاء المحطوطه يلي موجوده على البحر، هذا كان صباحا على الساعه 5 تقريبا. راح نشوف كيف راح تقرب لعنا هيدي على الساعة 2 بعد الظهر، رح نشوف انه هالمنطقة الزرقاء صارت كثير قريبة من لبنان. يعني بنرجع بنشوف اعتبارا تجدد، يعني ما بدي اقول عاصي ولكن المنخفض بعد الظهر. مظبوط، نعم عندنا أمطار لكن لازم تشتد مع ثلوج ترجع تتجدد اعتبارا من حوالي الساعة 5 يمكن بعد الظهر. من اليوم هلا عم نشوف على الساعة 8 بالليل صار لبنان كله تحت هالمنطقة الباردة. ضبضبوا على الساعة 11 بالليل كمان بعدنا تحت تأثير هالمنطقة يلي رح تجيب معها أمطار وثلوج ويمكن برق ورعد كمان. واتباعا اعتبارا من فجر يوم السبت رح تكون انحسرت شرقا، وبالتالي رح يعطينا استراحة. هالاستراحة رح تدوم مبدئيا من بعد ظهر، من ظهر السبت فما بعد إلى يوم الأحد، ثم راجعين يوم الاثنين، يمكن الاثنين المساء يمكن نرجع نتأثر بهاللسان هيدا اللي شايفينه باللون الازرق ممتد فوق لبنان بين اثنين المساء وظهر يوم الثلاثاء، على امل انه ترجع تصحى من بعد ما يمرق هيدا يوم الثلاثاء. نعم تفصيلا شو راح نشوف طقس بالايام او بالساعات اللي جايه والايام اللي جايه. اليوم راح يكمل سمانا غائمه مع امطار مثل ما ذكرنا اعتبارا من بعد الظهر، راح تشتد حده الامطار مع ثلوج اعتبارا من 900 متر وما فوق، وبيكمل معنا خطر تكون الجليد اعتبارا من 800 متر. يوم السبت رح يكون غائم مع ارتفاع بسيط بالحرارة، وبتكمل الأمطار المتفرقة رغم أنه بيتخلل النهار انفراجات واسعة، وتساقط الثلوج قد يبدأ اعتبارا من 1000 متر وما فوق. يوم الأحد رح يكون غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي رح تكمل دون معدلاتها لهيدا الشهر. هلأ بالصورة عم نشوف كيف الأمطار رح تكون مرافقتنا يوم الجمعة والسبت، خاصة بالفترة الصباحية من يوم السبت، استراحة الأحد، وأمطار بترجع لنا بين الاثنين المساء وصباح الثلاثاء. بالنسبة لدرجات الحرارة عم نشوف ارتفاع ببين شوي يوم الأحد، نرجع تستقر لا يرجع يرتفع شوي يوم الأربعاء. بالنسبة لتوزيع درجات الحرارة في عنا المناطق الساحلية رح تتراوح فيها الحرارة بين 4 درجات بحد الأدنى و 14 درجة بحد الأقصى، المناطق الجبلية من درجة واحدة تحت الصفر إلى حوالي 5 درجات فوق الصفر، أما بالنسبة للبقاع من درجتين أو 3 درجات تحت الصفر حتى 6 درجات فوق الصفر. بنروح لنشوف المتساقطات لحد اليوم. بالسنة الحالية منطقة بيروت صار نازل فيها حوالي 416 ملم، يعني مأخرين 83 ملم عن المعدل لتاريخ مثل اليوم يلي هو 499 ملم.
نعم بالنسبة للبقاء منطقة زحلة السنة الحالية صار نازل 307 مليمتر، المعدل لتاريخ مثل اليوم هو 336، يعني عندنا تأخير حوالي 29 مليمتر. وجولة سريعة على باقي العناصر، الرياح اليوم بتكون جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بتوصل إلى 45 أو 50 كيلومتر بالساعة. الرطوبة النسبية بين 60 و95%، أما الرؤية فهي متوسطة على الساحل وبتسوء تحت الأمطار، وبشكل خاص على المناطق الجبلية مع الضباب والثلوج. البحر عم بيكون مائج ويهدأ تدريجيا بين سبت وأحد، بالوقت الحاضر ارتفاعه بين 2.5 متر ومتر واحد. حرارة سطح الماء 17 درجة. الضغط الجوي عم بيسجل 1022 مليمتر زئبق، عفوا 1022 اكتو باسكال أو 727 767 مليمتر زئبق، نعم. صحيح. شروق الشمس صباحا على الساعة 6:39 دقيقة، أما الغروب فعلى الساعة 5:02 من بعد الظهر. وهذا كل شيء لنشرتنا، الله يحمي الجميع خاصة أكيد. بالمناطق الجبلية. يعطيك العافية أستاذ مارك، رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت، وكل الفريق العامل، يعطيكم العافية، يومكم مبارك.